مناضلو ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية احتشدوا كعادتهم للتعبير عن نضالهم السياسي ومساندتهم للرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو. هذا اللقاء الذي يعتبر مؤشرا للود المتقاسم بين أعضاء الحزب وأيضا التلاحم من أجل المصلحة العامة للتشاديين في الخارج والتي تعتبر في أولويات إيديولوجية الحركة الوطنية للإنقاذ ولاحترام مبادئ الحزب التي ترتكز على الديمقراطية. فقرر المناضلون التناوب على إدارة المكتب المسير للحزب بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية وذلك بحضور الأمين العام النائب الثاني دكتور زكريا محمد صالح الذي نصب أعضاء المكتب الجديد برئاسة عمر موسى حسن ونائبته حواء سليمان ريشة الوطن. وأن تعيين الفريق الجديد تم بالتراضي بين جميع المناضلين والمناضلات. وبعيد مراسم التنصيب فقد تحدث رئيس وفد الحركة الوطنية للإنقاذ الأمين العام النائب الثاني دكتور زكريا محمد صالح حيث ذكر المناضلين بالأهداف السامية والنبيلة للحزب التي رسمها الرئيس المؤسس للحزب إدريس ديبي إتنو وأهمها الوحدة الوطنية ونهضة تشاد وهي أسباب أقنعت الشعب التشادي وكفل للحزب أن يحقق انتصارات متتالية أمام منافسيه في مختلف العمليات الانتخابية التي شهدتها الساحة السياسية وبسط نفوذه بكل ديمقراطية. نحن السعودية وشعب السعودية لها مقامة خاصة في دولة تشاد وخاصة في حزب الحركة الوطنية للإنقاذ وقائده إدريس ديبي. السادة الأفاضل، قبل 3 أيام التقيت مع الأغلبية موجودون هنا وناقشت معكم بكل إخلاص وناقشت معكم بكل جدية ودعوتكم للتكاتف وللتوحد وللتضامن حتى تكونوا يدا واحدة وقلبا واحد. هذه ليس سياسة زكريا فقط بل سياسة حزبكم وقائدكم إدريس ديبي إتنو. كما حثهم على الشعور بالفخر بقائد الأمة التشادية إدريس ديبي إتنو الذي أنقذ الشعب من قهر واضطهاد الدكتاتورية. ومن جانب آخر أكد الدكتور زكريا محمد صالح أن الجمهورية الرابعة هي السبيل الأفضل لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب التشادي. وسط فرحة عارمة للجالية التشادية بالمملكة العربية السعودية وخاصة مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ تعهدوا باحترام اللوائح المسيرة للحزب وأكدوا جاهزيتهم للعمل الدؤوب لحشد المزيد من المناضلين من أجل التوصل إلى الأهداف المنشودة.